طلعت عند الحمام النهارده لقيت الجو حر جدا جدا جدا، فقلت اعمل كده، قلت احمي الحمام ومنها برضو نقضي على الحشرات بالمره، وبعد ما الحمام يستحمى ويبلبط في المكان نبقى ننظف الارضيه دي. ففرصه الحمام يستحمى النهارده ونبلبط مع بعض ونشوف هنقضي على الحشرات ازاي، وايه اللي كان بيجيب فايده معانا السنه اللي فاتت نتيجه كويسه جدا والسنه دي مش بيجيب نتيجه. اقول لك الحاجات اللي كنا بنستخدمها السنة اللي فاتت. كان إفريزين كنا بنستخدمه، وأكتومترين كنت برضو بستخدمه، الاتنين واحد من الاتنين اللي كنت بلاقيه. أنا معايا الاتنين اهوت، ممكن تلاقي في بلدك واحد منهم والتاني مش هتلاقيه، على حسب يعني الموجود فيهم كان بينفع. لكن حقيقة يعني السنة دي انا ملاحظ، معرفش حضراتكم ملاحظين معايا، ان الافريزين واكتوموسرين مش جايب نتيجة. معرفش ليه المادة الفعالة بتاعتهم قلت ولا ايه، لان هو فعلا هو 5% هو اهو زي ما هو اللي احنا بنستخدمه كل سنة، مفيش فرق. وكان افريزين زي ما هو كان 1%، ما اعرفش في منه تركيز اعلى ولا ايه، رغم ان احط نص الازازه على كميه الميه دي، بحط نص الازازه دي على كميه الميه دي وبيشرب منها الحمام. فاحنا هنستمر عليه لغايه ما نشوف، برضو هبحث معاكم على ايه البديل لحمى الحمام اللي هنحمي بيه الحمام، هنشوف ايه البديل. النهارده معايا اكتوموسرين، افريزين فاضيه، اكتوموسرين هي اللي فيها، هنحط الكمية اللي فاضلة فيها شوية، دول تقريبا هي مش بتيجي مليانة، هما دول تقريبا بيبقوا نص الازازة، فاحنا هنحطهم. الحمام يستحمى، وبرضو اقول لك كنا عملنا برضو بخل التفاح. الحمام شوف بيستمتع حمي الحمام، هترحمه في الجو الحر ده. وبرضو شوف عمل لون ابيض ازاي في المية، ما تقلقش منه، انا دايما بعمل كده. هو مش يعني هو يقول لك هو سام عشان بيموت الحشرات، لكن مش بيأثر على الحمام، لذلك هو بيستخدم للاطفال، شعر الاطفال، فمفيش منه خوف يعني. انا مجربه علشان محدش ايه يرجع يقول لي لا ده حرام عليك ده سم. هو انا بسيبه كده باليوم والاتنين، الحمام يستحمى ويشرب زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يفضل ان انت بعد ما تأكل الحمام والحمام يشرب خلاص ويشبع مية، فهو ينزل يستحمى. لكن طبعا هو بيشوف المية باردة زي ما يكون بيجس المية كده بمنقاره، هو مش بيشرب، لكن هو لو شرب فمفيش مشكلة، ما تقلقش يعني. احيانا بيشرب منها عادي لان نبابية المية، وطبعا المسائل بتاعت المية طبعا موجودة، هي اللي عايز يشرب من دي يشرب واللي يشرب من دي فما تخافش يعني. طيب ايه اللي كنا بنستخدمه تاني، او الناس بتستخدم ايه تاني؟ اللي خايف من الحكاية دي، اللي خايف من الحكاية دي يا جماعة عنده خل التفاح اهوت. انا بحط على الكمية دي كمية اللي هو الطشت ده، او زي ما بتسموه الاناء الواسع ده، بنحط عليه 50 سنتي من خل التفاح ده. لكن خلي بالك مش كل خل التفاح يعني اصلي، في خل التفاح ممكن تجيبه ما يجيبش نتيجة، بيكون عبارة عن لون بس فمش خل تفاح يعني. لما تعرف ان هو ما جابش نتيجة في الحشرات والحشرات لسه موجودة، اعرف ان الخل اللي انت استخدمته مش خل تفاح حقيقي. فهو ده اللي بنستخدمه للقضاء على حشرات الحمام. حشرات الحمام اللي هي زي ايه يا جماعة؟ اللي بتكون في ريش الحمام، الذبابة اللي بتكون موجودة في الريش، الدبانة تلاقيها بتستخبى تحت الريش وتجري منك كده، ساعة ما تيجي تشوفها وتحاول تمسكها تجري وتستخبى في ريش الحمام، دي حاجة. في كمان الفاش، كل الحاجات دي المفروض ان اكتوموسرين وافريزين كان بيقضي عليها، وكمان خل التفاح. في ناس كمان بتضيف على خل التفاح بتضيف عليه ملح، لكن انا ما جربتش الحكايه دي حقيقي وهجربها لكم، بس انا بستنى اما الحر يعدي عشان ما احطش ملح على الميه الحمام يشرب منه في الحر ده.
فلما الحر يعدي ان شاء الله نبقى نجربها مع بعض. الحشرات كمان زي ما قلنا ذبابة الحمام والفاش وسوسة الريش، ده اللي بيكون موجود في جسم الحمامة، دي الحاجات اللي الاستحمام بيقضي عليها. ممكن كمان هترش بعد ما تخلص ترش بيه الحيطان او ترشه بعد ما تنظف ده في الارضيات، يقضي لك على لو في بواقي باقي مثلا فاش او حاجة في الارضيات بيقضي لك عليها، او في العشوش. طبعا كنا بنطهر العشوش بحاجات تانية، بودرة بنحطها تحت القشاية، ففي ناس طبعا بتخاف من الحاجات دي. الصنف ده كمان اسمه نصر الليسيون، ده اوعى ترش منه على الحمام او ثومات الاستحمام، ده بترش به المكان وبعيد عن الحمام. هو امن لو جه كده يعني عابر كده على الحمامة، لكن مش رش مباشر. نصر الليسيون ده كنا بنحط تقريبا على ما افتكر 5 سنتي على اللتر وبنرش منه المكان. المكان يا جماعة بأكد تاني على المكان، ما ترشش على الحمام. نصر الليسيون، وتأكد من اللي انت بتشتريه، ما تشتريهوش من الشارع، تأكد من محل اللي انت بتشتريه ان ده آمن على الحمام. ده لو في حشرات في المكان كمان، فانت عشان تحمي الحمام وتقضي على الحشرات اللي فيه، يبقى لازم وانت بتنظف ترش كمان المكان، وهترش بودرة في حاجة اسمها بودرة تعفير، في اسمها ملاسيد، فانا عملتها قبل كده في فيديو قبل كده، فان هي بتتحط تحت القشاية او في تحت فرش الطاجن، لكن لو انت بتفرش رمل ولا حاجة فما ملهاش لازمة، لكن لو بتفرش قش حطها تحت القشاية اللي انت بتفرشها. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة علشان حماية الحمام والزغاليل تطلع عندك نظيفة. لو الحمام نظيف مفيش فيه حشرات، مش هيكون فيه جدري، قضاء على الحشرات هيمنع الجدري من الحمام. وشوف كمان ان انت بتخفض درجة الحرارة بتاعت الحمام، شوف الحمام سعيد ازاي بالاستحمام، فما تحرموش من الاستحمام. فطبعا احنا بعد ما نخلص هننضف ده كله، العكعكة اللي هو معكعكة دي، واحنا كمان ننزل ناخد لنا دش زي الحمام، مش معنى الحمام يعني. فربنا يعدي الايام دي على خير علينا وعليكم ان شاء الله، ووقاية من الحشرات هتمنع عنك امراض غير الجدري كمان يا جماعة. انا مش عايز اقول ان السلمونيلا والكوكسيديا نتيجة انتشار الحشرات، ايوة الحشرات بتنقل معظم الامراض، بتتنقل من الحشرات كده. عشان ما اطولش عليكم كون خلصنا موضوع فيديو النهاردة، ان انا طلعت للحمام فقلت احمي الحمام بالمرة كده، لقيت الجو حر احمي الحمام كده، كون خلصت موضوع فيديو النهاردة. اعمل لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.